السلام عليكم. بسبب كثرة الأسئلة عن الامتحان هو عبارة عن إيه، أو الامتحان اللي هنتسأل فيه إزاي، فكان زميلكم باشمهندس عبد الرحمن وائل كان اقترح علينا إن أنا أعمل الفيديو ده عشان إيه نوصل فكرة الامتحان لكل الناس. ربنا يبارك له بقى ووصله في التوريطة دي. طيب، هو المفروض التجربة الدايركت شير، لو هنتكلم عن التجربة الدايركت شير بالكامل فهنتكلم عن التجربة بالمنظر ده كده. معاك المفروض كالبريشن فاكتور، ده اللي هو الجدول أو الورقة اللي كانت معلقة على الجهاز ده، المفروض نبقى خلاص عارفينه، بيبقى رقم ثابت. الاريا اللي هو مساحة البوكس اللي شغالين فيه 10 في 10، الريت اللي هو اللي احنا ماشيين بيه، واللي هو الريت اللي كنا بنظبطه في الجهاز الديجيتال ده بنص مليمتر ايه بير مينت. كنا بنعمل التجربة المفروض 3 مرات على 3 نورمال سيريس مختلفة، وبناخد اريات. اول نورمال سيريس كان 1 كيلوجرام على سنتيمتر مربع، وقعدنا ناخد اريات بعد نص دقيقة، دقيقة، دقيقة ونص. كنا بناخد القراية في الدايل جيج ريدنج، كنا بنلاحظ إن هي بتقعد تزيد 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 لحد ما توصل لقيمة معينة، أعلى قيمة، أعلى قيمة، بعد كده بيحصل فيلير، بعد كده بترجع تاني التيل. ده كده خلاص حصل الفيلير. دي كانت أول تجربة عند النورمال ستريس 1 كيلوجرام على سنتيمتر مربع. بعد كده كنا بنعيد التجربة تاني على النورمال ستريس، بس المرة دي بنزوده بنخليه 2 كيلوجرام على سنتيمتر مربع. فكنا بنلاحظ إن قيم الدايل جيج ريدنج كانت بتبقى أعلى، يعني هنا انهار على 117، هنا انهارت على 260. لما زودت النورمال ستريس خليته ب3، انهارت على 416. ده المفروض لو احنا بنتكلم على التجربه بالكامل، وده مش هيحصل بكره في الامتحان. طيب، ايه اللي بقى المطلوب منك؟ المفروض الغرض من التجربه دي اللي احنا بنعين الشير سترينث بارامترز اللي هم السي والفاي، ومنها بنحدد نوع السويل اذا كانت ساند ولا كلاي ولا سيلتي ساند ولا يعني ايه بالظبط. طيب، المفروض احنا كنا ناخد النتائج دي، كنا عملنا زي شيت اكسل بالمنظر ده كده. لو اتكلمنا على تجربة الدايركت شير، المفروض انت عندك ادي التايم اهو، ده اللي هو جيفن، وده الدايل جيج ريدنج. انا في الدايل جيج ريدنج ده ما يعنيش في حاجة، انا في الاخر برسم علاقة مفروض ما بين نورمال ستريس وشير ستريس. فانا عايز احول الدايل جيج ريدنج ده لشير ستريس، فانا الاول بحوله لشير فورس، وبعد كده بحول الشير فورس لشير ستريس عن طريق ان انا بقسم الاريا. طب ازاي كنا بنحول الدايل جيج ريدنج ده لشير فورس؟ عن طريق في جدول كده لطيف كده بنبص فيه هنا، ده كان بيقول لك ان عندك الجادج ريدنج هنا لو القرايه 158.6 بتقابلها شير فورس مقدارها 60 كيلوجرام فورس. فاحنا بنستخدم العلاقه دي ونبدا نعمل علاقه ايه، علاقه المقص، وكنا بنجيب كل الحسابات دي. بمعنى هنا بيقول لك في الجدول بيقول لك لو 158.6 بتقابلها 60، طب انا عندي 59 يبقى هتقابلها كام، وهكذا. تعمل بقى علاقة المقص دي كده تعرف تجيب ايه كل الشير فورس اللي عندك هنا. بعد كده تحسب التاو عن طريق ان انت تقسم على الاريا، قلنا الاريا عندك رقم ثابت اللي هي 10 في 10 اللي هي 100، قسمت كل الارقام دي على 100 حولتها لشير ستريس. كنا بنرسم الثلاث كيرفات دول، ده بتاع النورمال ستريس، ده طبعا كل الكلام ده النورمال ستريس اللي هو بواحد. نعيد نفس الكلام على النورمال ستريس باتنين، نعيد نفس الكلام على النورمال ستريس بثلاثة. معاك التلات كيرفات، انا اللي بيهمني اللي هي نقطة الفيلير، اللي هي النقطة اللي فين اعلى شير ستريس وصلت له قبل ما تنهار، اللي هي القيمة دي. يبقى انا كده عندي اول علاقة، لما حطيت نورمال ستريس مقدار 1 كيلوجرام على سنتيمتر مربع، انهارت العينة عند شير ستريس ب 0.2925. يبقى بحط القيمة دي في الجدول، يبقى دي عند النورمال ستريس بواحد، التاو كانت بكذا. بعيد نفس التجربة تاني وبشوف اعلى قيمة عندي هنا، هلاقي اللي عند 260 دي اعلى قراية، اديتك تاو مقدارها 0.65، يبقى عندي النورمال ستريس ب2، انهارت العين عند 0.65. لما عملت التجربه المره الثالثه عند النورمال ستريس ب3، اعلى قيمه الشير ستريس وصلت لها ليها 1.04 قبل ما تنهار، ودي هي القيمه مين الثالثه. بعد كده كنا بنرسم علاقه بين السيجما والتاو، وقلنا في شرط اساسي في الرسمه بتاعتك ان لازم يكون المحور اكس ومحور واي ليهم نفس التدريجه. انت لو ماشي هنا ماشي نص واحد واحد ونص اتنين، لازم تمشي هنا نص واحد واحد ونص اتنين، ترسم توقع 3 نقط، ترسم ما بينهم خط. المفروض لو لقيت الخط بيمر بالصفر تبقى العينه بتاعتك هي ساند والسيب زيرو، تقيس الزاويه دي هي الفاي. طيب، ده لو احنا بنتكلم على التجربه الكامله ده مش هيحصل. الامتحان بكره ان شاء الله مش هيتجاوز ال 10 دقايق او ربع ساعه، غالبا هو 10 دقايق حلوه قوي عليه. طيب، ايه بقى المطلوب منك؟ احنا هندي لك الجدول الصغير اللطيف ده، بس مش هنديه لك مباشره كده، امال ايه؟ هنديها لك بالمنظر ده كده. انا هدي لك عند السيجما كانت بواحد، وعند السيجما ب2، والسيجما ب3. انا من الجدول ده كله ما يهمنيش غير القيمه الحمراء دي اللي هي اعلى قيمه وصلت لها قبل ما تنهار، فانا هديك القيمه دي. نفس الكلام من الجدول ده كله، انا ما تهمنيش غير القيمه دي اللي هي اعلى قيمه وصلت لها العينه قبل ما تنهار، فهديك القيمه دي. ومن الجدول ده كله هديك القيمه دي، يبقى انا هديك اعلى ايه اللي هي القيمه اللي وصلت لها ايه
الدايل جيج ريدنج قبل ما تنهار. انت هتيجي تعمل ايه؟ هتحول الدايل جيج ريدنج ده لشير فورس. قلنا بنحولها ازاي؟ عن طريق الورقه دي ال 158.6 بتقابلها 60. عندك هتيجي تقول كده ان ال 158.6 تديك 60. طب انا عندي هنا القرايه بتاعتي كام؟ 117. يبقى هتديني كام؟ تعمل بقى علاقه المقص ده وتقسم على ده تجيب قيمه مين؟ قيمه الاكس. فهتلاقي ان القيمه دي بتساوي ده ايكوال ده مضروب ب60 ومقسوم على 158.6. هو ما شاء الله عليه حسب لك ايه الثلاث جداول. عمل خد دي برده نفس الكلام ضربها ب60 وقسمها على 158.6، خد دي برده وضربها ب60 وقسمها على 158.6. طب كده انا حولتها لشير ايه؟ فورس. عايز احولها لتاو، هقسم دي على الاريا. الاريا اللي هي بكام؟ اللي هي كانت 10 في 10 اللي هي ب100، تقسم ده على ال100 حولتها لايه؟ لتاو. خلاص عندك تلات نقط ايه؟ توقع السيجما مع التاو، التلات نقط دول على المنظر ده كده، وتطلع السي والفاي، ومش مطلوب منك اكتر من كده. يبقى ده المطلوب منك في الامتحان. انا هديك الجدول الصغير اللطيف ده، هتحسب انت الاف عن طريق الجدول ده. هديك الجدول الصغير ده عشان تعرف تعمل التحويله دي. هتحسب انت الاف، بعد كده تقسم على الاريا، هتحسب التاو. خلاص عندك علاقه بين السيجما والتاو، ترسم العلاقه دي وتشوف تحدد نوع الصيغ. لو العينه بتاعتك سند، المفروض هتلاقي ان الخط ده بيمتد كده، يمر بنقطه الصفر، تقيس الزاوية دي، هي دي الايه؟ الفاي. طب لو عينة تحت الكلي، هتلاقي ان العينة بتديك سي، والفاي بتاعتك كام؟ بزيرو. طب لو عينة سيلتي ساند، ساند كلي، يعني فيها ساند وفيها كلي، هتلاقي فيها سي وفيها فاي، فتحسب قيمة السي اللي هو التقاطع مع محور واي، والميل للزاوية دي هي الفاي. بس مش مطلوب منك اكتر من كده. ده بخصوص تجربة الدايركت شير. طب بخصوص تجربة الكونسوليديشن، المفروض برضه لو بنتكلم على تجربة الكونسوليديشن، فاحنا اتكلمنا فيها سكشنين او اكتر. كنا بنقول ان احنا عندنا علاقه بين السيجما وبين الدير ريدنج، كنا بنحط ستريسز لمده 24 ساعه وناخد القرايات المقابله ليه. ده اللي المفروض نعمله في التجربه، اللي مش هيحصل بكره. امال ايه اللي مطلوب منك انت بكره؟ احنا بكره هنريحك وهنريح الدنيا كلها، وهنديك الرسمه ايه؟ كيرف بتاع الجاهز. يعني ايه؟ يعني لو جينا تجربه الكونسلتيشن، المفروض انت عندك السيجما، وبعد كده عندك الدير ريدنج، كنت بتحسب انت الدلتا اتش، وتحسب الاتش والدلتا اي، وبعد كده تجيب الاي، وبعد كده هنديك رسم بياني ترسم انت علاقه بين السيجما وليه. لا يا سيدي، احنا هنديك الرسمه دي ايه؟ عندك جاهزه. طب لو انت عندك الرسمه دي جاهزه، انت بقى مطلوب منك ايه؟ مطلوب من حضرتك اللي انت كنا من الكيرف ده كنا بنجيب حاجتين، ميل الخط المستقيم ده اللي هو السي سب سي، كنا بناخد نقطتين على الخط المستقيم ده ونحسب الميل بتاعه، وتاني حاجه كنا بنعين اللي هو البري كونسوليديشن بريشر، كنا بنجيبها برده مع الكيرف ده، اللي انت تشوف اكتر نقطه فيها انحياء، ترسم هنا خطين، واحد افقي والتاني مماس، وتظهر لك زاويه بتنصفها، وترسم امتداد الخط المستقيم ده تتقاطع مع منصف قيمه السيجما سي. هو ده المطلوب منك. لكن كل الحسابات دي والكيرف هيجي لك في الاخر ايه؟ هجيب لك الكيرف جاهز. وكان في عندك كيرف تاني كان علاقه ما بين التايم والداير ريدنج، كان بيطلع شكل الاس كيرف ده. الاس كيرف ده كنا بنجيب منه التي 50. فانا هدي لك برده نفس الكلام، هدي لك الكيرف ده برده جاهز. كل المطلوب منك ان انت تطلع التي 50 زي ما اتشرح لك في السكشن. بعد ما تجيب التي 50 بتعوض في العلاقه بتاعت السي في، وتحسب لنا كوفيشن اوف كونسوليديشن اللي هو التي في بيساوي السي في، سي في في التايم على الدي تربيع. طيب معنى كده لازم ندي لك ايه؟ ارتفاع العينه. فهتلاقي ان ارتفاع العينه عندك هنا جاهز، واحنا عارفين ان العينه بتاعتنا فيها في المعمل اللي هو بنعمل التجربه بيبقى فيه بورس توم من فوق بورس توم من تحت، فالتجربه بتبقى دبل درينج. فاحنا لما بنيجي نحسب الدي بناخد نقسم الاتش على كام؟ على الاثنين. والتي في بيبقى رقم ثابت بيساوي 1.97 ات يو 50%. وانت اوريدي من الكيرف ده هتعرف تجيب التي التايم عندي 50%، يبقى انت معاك كل حاجه تعرف تجيب السي في. يبقى المطلوب منك من تجربه الكونسوليديشن تاني، هنديك الكيرف ده تحسب لنا منه السي سب سي والسيجما سي، وهنديك الكيرف ده تجيب التي 50 وتجيب السي في. بس هو ده المطلوب منك مش اكتر من كده. وبالنسبه لتجربه الدايركت شير، هنديك الجدول الصغير اللطيف ده، هتحول تحسب انت الفورس وتجيب التاو، وبعد ما تجيب التاو ترسم علاقه وتطلع لنا ايه؟ ترسم الشارت بتاعك، وتحسب انت السي والفاي، او لو كانت السي بزيرو تقول ان السي بزيرو والفاي بكذا، وتحدد نوع الايه؟ العين. بس كده مش مطلوب منكم اكتر من كده. وان شاء الله الامتحان بكره هيبقى الساعه 4:30، وزي ما شايفين الامتحان هيبقى بسيط، مش هياخد اكتر من 10 دقايق. فياريت الناس تيجي في ميعادها، وعشان في امتحان تاني هيبقى بعدكم، فايه
مش هينفع نتأخر عن 4:30، والامتحان يبقى إن شاء الله في قاعات 309 و310. ولو حد عنده أسئلة يكتب لي بقى في الكومنتات وأنا برد عليكم إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يسامحك يا عبد الرحمن وآخي.